3 مايو هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وصحافة اليوم هنتابعها مع الأستاذ حازم الملاح، الصحفي الأستاذ حازم الملاح. نهارك سعيد وكل سنة وأنت طيب. طيب، بننتظر أكيد مزيد من الحرية دايما. طبعا هو النهارده يعني يوم، يعني بالصدفه يوم مهم جدا، 3 مايو ده اليوم العالمي لحقوق الصحافه، يوم مدرج على الاجنده الدوليه. طبعا النهارده في فعاليات كتيره بتحصل في القاهره. النهارده نقابه الصحفيين من خلال لجنه الحريات برئاسه الزميل خالد البلشي هتعمل احتفاليه كبيره في نقابه الصحفيين، وهتطلق تقرير خاص بالحريات وخاص باوضاع الصحافه في مصر. طب ده مهم جدا. مهم جدا برضو اللي احنا نشير، اللي احنا بما ان النهارده 3 مايو وخاصه بفتره الصحافه، فانا عايز اذكر ان احنا عندنا حتى الان في صحفيين محبوسين، حتى الان مش عارفين ايه سبب حبسهم. عندنا زملاء حتى الان عندهم حبس احتياطي بدون محاكمه. يعني عندنا مثلا زميلنا شوكان بقى له 600 يوم ويمكن اكتر كمان، ده مصور صحفي محبوس احتياطيا حتى الان بدون توجيه اي تهمه ليه. عندنا المصور احمد جمال زياده حتى الان واخد، طلع له، ده خرج، ما هو طلع له الاسبوع اللي فات حكم براءه، بس حتى الان ما تنفس. وانا يعني بصراحه مش عارف يعني ليه التعنت حتى الان في عدم الافراج عنه. عندنا برضو زميلنا احمد فؤاد في موقع كرموز في اسكندريه برضو حتى الان معتقل. عندنا عبد الرحمن عبد السلام ياخوت. عندنا زملاء كتير محبوسين، اتمنى ان احنا السنه الجايه يكونوا خرجوا. يعني مش هنستنى كمان السنه الجايه، احنا عايزين يبقى في حريه اكتر للصحفيين بيأدوا عملهم. الصحفي مش ارهابي، الصحافه مش جريمه، لان احنا بصراحه يعني دي بتصدر صوره سيئه ان عندنا صحفيين محبوسين، ودي بتعمل لنا ازمه حتى من خلال المناخ اللي احنا عايشينه، من خلال حتى تخطيطنا الاحداث بتعمل ازمه عند الناس. احنا في انتظار كمان مزيد من المساحه في حريه الصحافه، مش تضييق. يعني مستنيين اكتر، يعني ده اللي منتظرينه من مصر اللي جايه، يعني من مصر صحيح الجديده. يعني احنا حصل في مصر مرتين، 25 يناير و30/6. اعتقد ان يعني الناس كتير نادت بالحريه، نادت باستقلال الصحافه. اتمنى ان الفتره الجايه يبقى فعلا في استقلال الصحافه، يبقى في حمايه اكتر للصحفيين، لان يعني الصحفي هو المعادله او الطرف الضعيف في الصحافه. فانا اتمنى ان الفتره الجايه يبقى في اهتمام اكتر بالصحفيين ومشاكلهم وحمايتهم، ويتم افراج عن زملائنا الصحفيين اللي محبوسين لغايه دلوقتي بدون توجيه اي تهم ليهم. اكيد. المصري اليوم واول خبر معانا النهارده من اخبارنا ومتابعه لمنشطات وعناوين الصحف المصريه لهذا الصباح، زياره الخمس ساعات لقتل شائعات الخلافات. ده ايه؟ صحيح. طبعا هو عنوان غامض شويه. هو دايما طبعا في كل زياره يقوم بها الرئيس السيسي للسعوديه تطلع طبعا الكلام وللسعوديه. طبعا احنا شفنا من كام يوم حصل في تغييرات في السلطه هناك في السعوديه. ومع كل تغيير يرتبط في مصر اني طب التغيير دوت الى اي مدى سيؤثر على علاقتها بمصر. يعني بقى في ولي عهد جديد، تمام كده. فالزياره دي يعني بتؤكد على عمق العلاقات المصريه السعوديه، وكمان عشان توضح ان هذه التغييرات لن تؤثر على العلاقه مع مصر. برضو لو كنا متابعين من فتره برضو حصل تغييرات برضو في السلطه بس السعوديه. بس هو ليه التغييرات في رايك يعني، او ايه ملامحها، او بتعبر عن ايه؟ هي بتعبر، انت عارفه ان ده بيبقى فيه صراع اجيال. تمام. يعني لاول مره شايفين الاحفاد في السعوديه بيحكموا. طبعا ده في بعض المحللين بيقولوا ان دي هيبقى فيها اختلافات في التعامل مع مصر والنظره للوطن العربي. بس الزياره ديت اعتقد ان هي يعني اكدت على ان العلاقات المصريه السعوديه علاقات مستمره. حتى المصريين السعوديين في خلال تصريحات برضو لما كان موجود هناك الرئيس السيسي اكدوا برضو على عمق العلاقات المصريه السعوديه وان لا تغيير في العلاقات مع مصر. طب هو ايه، مين اللي اصلا شائعات الخلافات دي، مين اللي اطلقها؟ يعني جت من منين؟ مرجعيتها ايه؟ هو خلافات عن ايه بالظبط؟ مرجعيتها ان في يعني الناحيه الثانيه في بعض الاصوات ان هي دايما طول الوقت بتبص، يعني بتبص الكوب، النص الكوب الفارغ. تمام. ودايما يطلقوا شائعات على امل ان يبقى في مشاكل ما بين مصر والسعوديه، ومشاكل بين مصر والدول العربيه، خاصه ان السعوديه من اكبر الدول اللي ساندت مصر في 30/6. يعني السعوديه ودول الخليج كان لهم موقف مشرف مع مصر في 30/6. فعشان كده في بعض الاصوات دايما طول الوقت عايز تعكر صف بس مصر كمان دعمت السعوديه في عاصفه الحزم، يعني اكيد طبعا يعني أكيد مصر كان لها دور طبعا في دعم السعوديه. طيب الأخبار بتقول كواليس محاولة انقلاب الثمانية على رئيس الوفد. هو في قيادي وفدي دعا لاجتماع في بيته
ده سر يعني؟ اه سر بس بقى سر خلاص بقى موجود في كل الصحافه. طب مين ما تقوله طالما هو اسمه طلعت رسلان، ده قيادي في حزب الوفد ودعا اجتماع لقيادات الحزب. ليه؟ علشان انقلاب؟ مش انقلاب، هو في يوم 15/5 في انتخابات الهيئه العليا. وهي دايما يعني جرى عرف ان قبل انتخابات اللي هي العليا في الاحزاب دايما بيبقى فيه تربطات وفي اجتماعات علشان يبقى فيه سحب الثقه من الرئيس، يبقى فيه كده لوبيز كده. لوبيز طبعا رئيس الحزب دكتور سيد البدوي عرف ان حصل فيه اجتماع، فهو من نفسه راح دعا لعقد اجتماع طارئ. الاجتماع الطارئ دوت جددوا الثقه فيه كرئيس لحزب الوفد وتم فصل بعض اعضائه من ضمنهم دكتور فؤاد بدراوي ومن ضمنهم كمان ياسين تاج الدين. والانتخابات الهيئة العليا تجرى في موعدها. تمام. خبر آخر يخص الأحزاب ولكن المرة دي عن قوانين الانتخابات. تسعة أحزاب تعلن اليوم المشروع الموحد لقوانين الانتخابات. يعني هم الأحزاب مقدمة مشروع والدولة مقدمة مشروع تاني؟ هو كان في لو يعني كان أو لجنة الانتخابات يعني؟ هو للأسف لجنة الانتخابات كانت أكتر من مرة بيتصرح في وسائل الإعلام عايزين نعمل اجتماعات مع الأحزاب. الأحزاب تروح تحضر مرة واثنين وثلاثة وفي الآخر برضو اللجنة تعمل اللي هي عايزاه. فالمرة دي الأحزاب شافت اللي مش هينفع، لازم يبقى فيه توحد، لازم يبقى فيه اتفاق. فأنا شايف إن خطوة مهمة النهاردة إن هم لأول مرة أتمنى بس يكون الخبر ده يعني يصدقوا فيه. أنا بس بتساءل طب ده ما اتعملش ليه قبل الثلاث جلسات اللي اتعملوا مع رئيس الوزراء؟ إحنا عندنا وكانت قعدوا يتخانقوا مع بعض. إحنا عندنا دايماً عودة الأنا. كله عايز يصدر المشهد. كله عايز يطلع قدام، ما حدش عايز يعني يرجع خطوه ورا ويبقى فيه اتفاق. يعني اكتر مره نادينا ان لازم الاحزاب يبقى فيه اتفاق ولازم الاحزاب تقعد يبقى فيه اتفاقات وفي مقترحات واحده. يخش يحضروا اجتماعات مع الحكومه فكل واحد يبقى عنده مقترح، والنتيجه ان الحكومه بتعمل اللي هي عايزاه والاحزاب تطلع بره. المره دي انا شايف ان يعني الخبر ده اتمنى يكون صحيح يا رب، ان هم يجتمعوا لاول مره ويتفقوا على عمل قانون. يعني اتمنى ده يحصل. مع اني انا يعني بصراحه الواحد من اللي شافه من الاحزاب المصريه على مدار ثلاث سنين فقط يعني الثقه. فقط الثقه بصراحه. التجربه غير مبشره بصراحه، اخطاء كتير. لا يا دي اصل الكلام ده ما بقاش بقى لتصدر شاشه وواحد عايز يظهر، ده مصلحه وطن في الاخر. يعني انا اتمنى يعني اتمنى ان يعني مهم جدا يبقى في عندنا مجتمع مدني، ومهم جدا يبقى عندنا في احزاب طبعا وفي نقابات. لان الناس ماتت عشان كده، لان الناس اللي ماتت عشان كده. يعني الديمقراطيه بتقول لازم يبقى في احزاب، مش هينفع طول الوقت يبقى عندنا مشهد واحد، لازم عندنا فيه قوه في الشارع من خلال احزاب. واحنا عانينا بعد الثوره ان ما عندناش تنظيمات، ما عندناش حتى اماكن منظمه بتنظم الشارع. عشان كده دايما الشارع طول الوقت كان معرض يعني للابتزاز، كان معرض ل يعني يقدروا يسيطروا على الشارع. فطبعا يعني انا اتمنى ان الخبر دوت طيب يعني يكون حقيقي. المحالين للمعاش بقى ايه مشكلتهم؟ القومي لحقوق الانسان، ده خبر في الوطن، القومي لحقوق الانسان يتضامن مع المحالين للمعاش بسبب الاضراب. صحيح. هو في خبر إيه؟ هو في طبعا طلع الحكم الاسبوع اللي فات بخصوص من المحكمه الاداريه العليا، يعني بيقول ان الموظف الدوله اللي يعني يضرب داخل مكانه فعقوبته انه يحال للمعاش. طبعا الحكم دوت يعني لاول مره في تاريخ الحديث نشوف ان محكمه ده طلع يوم عيد العمال تقريبا. ده لسه من كام يوم؟ يوم عيد العمال. لاول مره بنشوف ان المحكمه بتتدخل وبتقول ان يعني احنا شايفين ان التظاهر ده حق سلمي وان اضراب ده حق مشروع دستوري، حق دستوري اصلا. مظبوط. انا لا مش فاهمه ان ازاي المحكمه بتطلع قرار ضد الدستور. صحيح. فهو طبعا ده عمل حاجه غريبه جدا يعني. هو عمل طبعا يعني استنكار كبير من الحقوقيين واستنكار كبير من القوانين. وفي طبعا وحتى الان لسه الخبر ليه اصداء كبيره. يعني ده احتفال مصر بعيد العمال كان للاسف. هم يعني هي هو ده الاحتفال يعني للاسف. مش عارفين كل يعني منين ولا منين احكام تطلع ونلاقي الناحيه الثانيه قوانين تطلع. يعني بصراحه المشهد سيء. انا في تقديري الشخصي اني لازم وفورا ان القرار دوت يتلغي. اعتقد ان مجلس القومي لحقوق الانسان ليه دور مهم بما ان هو من اسمه بيدعم حقوق الانسان. اتمنى ان هو اللي يبادر ويقوم بدوره ان هو يبدا يتخذ خطوات قانونيه لابطال هذا. اصل اي محامي مش شاطر حتى متوسط هيتلغي لانه غير دستوري من انا اعتقد ان في بعض الحقوقيين يعني بداوا يشتغلوا عليه. واعتقد يعني ان في بعض المنظمات والمجتمع المدني بداوا يشتغلوا على اسقاط هذا القرار. طيب
ارتفاع جنوني لأسعار الخضروات والفاكهة والركود يسيطر على الأسواق، ده خبر في جريدة الشروق. هو دايما في دخول الصيف دايما تلاقي حملة كده موجة ارتفاع أسعار في كل حاجة. ومحدش فاهم ليه. يعني منزلش تاني، نفسي تنزل. يعني للأسف اللي بيطلع منزلش فعلا. صحيح. فيعني أنا بصراحة مش عارف، طب فين إجازة رقابية في الدولة؟ يعني في وزارة التموين، ولقى تصريحات رنانة وشعارات، واللي احنا في ضبط الأسواق. أيوه. واللي احنا ضد الغلاء، وحملات تطلع وزير يزور وينزل، وفي الآخر ما لقيش حاجة. أنا بصراحة أتمنى يعني ليه فين وزير التموين يطلع يقول لنا فين الأسعار، إيه سببها؟ يعني هل في مشكلة؟ يقول لنا في مشكلة، لكن أنا مش يعني، وإحنا داخلين كمان على رمضان وبعد كده أعياد، يعني أنا شايف إني بصراحة في أزمة. تمام. أتمنى إن وزارة التموين تقوم بدور أكتر من كده. يعني أنا شايف فوضى في السوق. الطماطم وصلت 7 جنيه والبامية أنا عرفت يعني والله 28 جنيه. يعني حاجة بصراحة صعبة جدا، وأنا مش عارفين ليه. يعني سؤال، يعني ليه؟ مع إن على فكرة مصر دولة زراعية، المفروض فدولة زراعية دي يعني المفروض يبقى المنتجات متوفرة وبكثافة وسعرها منخفض. لكن فكرة إن الأسعار ترتفع كده، يبقى أكيد في احتكار، أكيد في في تلاعب في السوق بشكل ما. يعني انا يعني بصراحه افرق، انا بجد اشوف نفسي جهاز حمايه المستهلك، نفسي اشوف وزاره التموين ودورها اجهزه رقابيه، ونسمع جهاز الرقابه على الصادرات وعلى الواردات. طب فين اجهزه بتعمل ايه؟ ما سمعناش مسؤول طلع يتكلم على ارتفاع ده، ما حدش اتكلم خالص. حاجه غريبه. طيب الكهرباء بقى، الوطن، خبر في الوطن، المواطنون للكهرباء بيقولوا كهربتونا بالاسعار، والوزاره بتقول الدفع او الغاء التعاقد. وش كده؟ طيب يعني الكهرباء حاسبنا على كهرباء ونور بيقطع. يعني هم يحاسبونا على حاجه اصلا ما بيستخدمهاش. يعني انا بصراحه يعني وزاره الكهرباء، حتى يعني واحد ما بقاش عارف يعمل ايه وزاره الكهرباء. النور بيقطع، احنا هنعمل ايه في التموين ولا الكهرباء ولا كل احنا الحاجات؟ عندنا ازمه في ملف الخدمات. يعني ملف الخدمات في مصر عندنا هنا في الحكومه في مشكله. والاسف طبعا احنا كلنا عارفين ان المواطنين بيهموا اكتر الخدمات، الصحه، أكيد. التعليم، الكهرباء، دي اللي بتلمس مع المواطنين باستمرار. فكره ان في زياده 20% اللي في شهر 7، طيب ماذا قدمتم؟ 20% على الكهرباء في شهر 7 والنور بيقطع. والنور بيقطع. طب انا يعني انا بسال سؤال، طب 20% دي لما انتوا تزودوا الاسعار، طب هتروح فين الفلوس دي؟ هل انتوا تقدروا تلتزموا قدام الشعب ان الكهرباء ما تقطعش؟ ده مش هيحصل. صحيح. لان الكهرباء حتى الان بتقطع، وعندي اكتر من حد اشتكى من انقطاع الكهرباء. وشايف يعني انا بصراحه شايف اني بيحملوا دايما على المواطن الغلبان، بيحملوا على محدود الدخل في ارتفاع الاسعار في خبر من شويه وفي الكهرباء. صحيح. ممكن بكره كمان نلاقي خبر في البنزين، نلاقي خبر في انبوت البنزين. البنزين غالي هيغلى تاني. هو سبق. ما هو للاسف ان الحكومه بتداري عجزها في مشاكل المواطنين ترفع الاسعار. اسعار اللي بتاثر بيها ما بيفكرش في حلول. يعني انا نفسي الاقي مسؤول يفكر خارج الصندوق، نفسي كده الاقي حد يطلع يعني يتكلم يقول افكار يعني يبقى في استثمار، بس في نفس الوقت ما تجيش على المواطن. احنا كل بنشوف الاخبار يوميا، يعني انا جيت ضيف دائم هنا في البرنامج. ما فيش مره كنت باجي فيها ما بلاقيش فيها ارتفاع اسعار، لا اما كهرباء، لا اما خضروات، لا اما فواكه. صحيح. انا قريت الخبر ده كتير. انا قريته كتير. يعني الخبر ده ممكن نجهزه، حتى احنا كصحفيين ممكن نجهزه في شهر 5 كل سنه. قبل 7 كده لازم يبقى في موجه ارتفاع اسعار، في حين اللي هم وحدوا الضريبه مثلا وبقيت على الغني وعلى الفقير. جينا سمعنا تطبيق حد الاقصى وحد الادنى، حتى الان ما اتطبقش. يعني للاسف المواطن المحدود الدخل والمواطن الغلبان بنيجي عليه. يعني 20% دي اكيد هتاثر على ملايين من المواطنين. طب انتوا قدمتوا ايه بقى؟ وليه ما اتطبقتش الضرايب التصاعديه؟ ليه تتوحد الضريبه على كل يعني الغني والفقير يدفعوا؟ هتدفعنا 20% زياده وانتوا بتقطع الكهرباء. يعني طب يعني بأمارة ايه؟ هدفع على خدمه ما باخدهاش. على ايه فعلا؟ على خدمه ما باخدهاش. طيب الماليه بتقول العلاوه الدوريه في قانون الخدمه المدنيه حلت محل العلاوه الاجتماعيه وخاضعه للضريبه. انا سمعت كلمه ضريبه كتير قوي في اللي بيحصل. يعني اسمع، ياخدوا يا غلا يا ضريبه، ياخد فلوس. فين بقى؟ فين المردود ده في الشارع؟ ما فيش. ده خبر في الشروق. طبعا هو القانون دوت يعني عشان برضه نكون منصفين، ايه قانون الخدمه المدنيه ده يا استاذ؟ ده قانون موحد لموظفين الدوله. تمام. فكره الثواب، فكره العقاب، فكره ساعات العمل، يبقى في تنظيم اكتر. كان طول السنين اللي فاتت كنا بنتكلم لازم تنظيم جهاز الاداره للدوله، ولازم يبقى في تنظيم. ما ينفعش الموظفين يروحوا الساعه 10 ويروحوا الساعه 12، ما فيش انتاج.
فالقانون دوت نظم العمليه ديت تمام، ان يبقى في ساعات عمل، يبقى في النقل من درجه لدرجه، فكره المعاش المبكر، فكره المقالات خاصه بالاداره بالنسبه لموظفين الدوله. انا شايفها خطوه كويسه، ان الاول مره هنشوف ان موظفين الدوله اللي هم حوالي 6.2 هيبدا في تنظيم، في فلتره ليهم، لان طبعا احنا عارفين نتيجه تضخم الجهاز الاداري للدوله بقى في وظائف كتير، وبقى في ناس كتير تشتغل بدون وبقى فيش انتاجيه وإنتاج. فاعتقد ان القانون دوت يعني هيحاول يصلح. ايه الضريبه بقى اللي خاضعه دي تاني؟ الضريبه على الضريبه دي انت عارف ان كان اول شهر، اول سبعه، اول سنه الماليه الجديده كان بيبقى فيه علاوات ايوه بتاعت المنحه يا ريس. فدلوقتي بقى في قانون جديد مسؤول على تنظيم العلاوات ديت، هي اللي هتنظم. كان الاول بيطلع قرار جمهوري من الرئيس، وكانش ليها ضوابط في القانون تمام، مره 15% مره 20%، لكن المره دي القانون هيبقى فيه التنظيم ليها، ويبقى فيه دراسه ليها، مش تبقى مفتوحه كده تمام. المصري اليوم، الصحه بتقول او وزاره الصحه بتقول اطلاق الكارت الذهبي لعلاج الفقراء ومحدودي الدخل مجانا حاجه ايجابيه الحمد لله. بس فين المستشفيات؟ يعني انا معايا الكارت عايز اتفائل. بس تفائل يا استاذ. انا والله استفائل. بص يعني عشان برضه نكون منصفين، يعني وزير الصحه دكتور عادل عدوي يعني بصراحه يعني بيتحرك وعامل شغله كويس. بس احنا عندنا ازمه طول الوقت في ملف الصحه. يعني احنا ممكن ننزل على بعد امتار من هنا نروح مستشفى قصر عيني، واحنا بنفسينا نشوف الوضع عامل ازاي. اكيد الوضع مش هيبقى حلو تمام. عندنا في الفكره مش فكره كروت او فكره شكل من بره وتنظيم، الفكره المستشفيات نفسها محتاجه تتاهل، محتاج يبقى في سرير للمرضى يعني تمام، لان في كتير ما بيلاقوش سراير، في اجهزه، يبقى في اطباء مؤهلين، لان بصراحه احنا يوميا بنقرا اخبار ان اخطاء كتيره للاطباء، وللاسف في كتير مرضى بيتوفاهم الله. طبعا حتى في المستشفيات الخاصه يعني على فكره في كل حته يعني انت شايف المستشفيات الخاصه اللي بيدخل ما بيخرجش. انا يعني بتكلم بشكل عام، انا ما قلتش مستشفى خاصه، انا بقول المستشفيات بشكل عام محتاج منظومه كلها، محتاجه مراجعه كلها. بصراحه يعني هو طبعا يعني الكارت، انا بس اللي انا مش فاهمه من خلال الخبر دوت يعني الكارت دوت يعني المواطن معهوش كارت مش هيروح يتعالج في المستشفى؟ يعني فاهم قصدي؟ يعني طب هل في كروت مثلا مميزه لمرضى مميزين يروح يتعالجوا في لا هي مجانا، دي مجانا، اطلاق الكارت الذهبي لعلاج الفقراء ومحدودي الدخل مجانا. الدستور طبعا، الدستور بيكفل للمواطن العلاج في مستشفى الدوله مجانا اصلا، يعني المواطن نفسه لو راح اي مستشفى حكوميه فالدستور والقانون ملزم والدوله ملزمه ان هي تعالجه. هو يمكن يعني ولا جايز يكون يبقى مثلا في طب ما نشوفها هي صفحه 2 يمكن تقنين للدستور، يمكن قوانين منظمة أو حاجة للدستور ممكن. صفحة 2 في المصري اليوم. الصحة بتقول إطلاق الكارت الذهبي لعلاج الفقراء ومحدودي الدخل. جايز يبقى فيه يعني الخبر بيوضح ان يبقى فيه جهاز كمبيوتر ويبقى فيه يعني حاجة تنظيم ليهم تمام. وكمان في بالنسبه ازمه مياه الشرب كمان عشان كان فيها ازمه الفوسفات فدي كمان تبقى ليها عشان موضوع العينات وموضوع متابعتهم باستمرار. وانا شايف دوت يبقى شيء كويس يبقى من خلال حتى مديريه التضامن الاجتماعي بالمحافظه يبقى في التنسيق معاها. يعني الخبر فيه خط يعني خطوات كويسه بس محتاج متابعه. اخر خبر معانا من المصري اليوم بيقول تحالف من صفحه 1 مصري اليوم صفحه 1 تحالف مصري كندي ينفذ القطار المعلق. ايه القطار المعلق ده؟ بصي هو يعني بصراحه يعني خبر حلو ان احنا يعني واحد طبعا راح دول كتير وشاف ان في انظمه حديثه للنقل والمواصلات وكان في قطارات معلقه كتير موجوده دول. طبعا في مصر احنا لسه ما فيش قطارات معلقه، فشايف ان في يعني في تحالف بين مصر وكندا من خلال وزاره الاسكان ان هيتم لاول مره عمل قطار معلق من يربط القاهره ب 6 اكتوبر ومدن الجديده، هيبدا في يناير المقبل. فدي خطوه مهمه. انا شايف ان لا يجب ان احنا نعتمد فقط على الاتوبيسات وفكره المترو، لازم يبقى في تنوع مصادر نقل ومواصلات، ما يبقاش طول الوقت عندها تكدس في منطقه واحده او في فايل معين، علشان حتى يبقى في سهوله للمواطن هو يبقى عنده خيارات، يبقى عنده مترو وعنده قطار معلق. بس اتمنى ان ده يبقى مهم جدا حتى ان يبقى في مصر مهم جدا. بس كل الحاجات دي بتبقى بس محتاجه صيانه. بس لسه اقول احنا يعني الصيانه، وهل احنا عندنا المؤهلين نعمل دوت؟ التربه والمناخ مؤهلين نعمل قطار معلق والصيانه؟ يعني احنا شفنا مترو انفاق بعد ما الفرنساويين سابوه، المترو حصل فيه فتره في ازمات وفي
متر ولسه يقف ده داخلين في بعض من كام يوم. فهل احنا فعلا الفكره حلوه، بس هل احنا نقدر نعمل دوت ولا ما نقدرش؟ اتمنى نقدر، اتمنى. انا بشكر حضرتك جدا صاحبي الاستاذ حازم الملاح، ونهارك سعيد. نهارك سعيد. فقراتنا لسه متواصله معاك وراجعين بس بعد الفاصل.